مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، يعيش نادي اتحاد العاصمة الجزائرية حالة من التداعي بين الصفوف إداريي مكتبه المسير. كان آخرها استقالة المدير الرياضي للفريق توفيق قريشي بسبب تعرضه لتهديدات بالقتل حسب ما جاء به تقارير صحفية جزائرية. وذكرت التقارير الجزائرية أن قريشي عبر لإدارة النادي العاصمية الجزائرية بأنه يعيش ضغوطات كبيرة وتهديدات بالقتل حال معها استمراره في منصبها. ونشرت إدارة اتحاد العاصمة الجزائرية بيانا عبر صفحتها الرسمية الأحد الماضي، أعلنت من خلاله عن تقديم قريشي استقالته من منصبها. كما أضاف ذات البيان بأن قريشي شرح دواعي استقالته لرئيس مجلس الإدارة كمال حسينة الذي وافق على طلب الاستقالة. وتأتي استقالة توفيق قريشي عقب قيام إدارة اتحاد العاصمة الجزائرية الأحد بإقالة 3 إداريين بالنادي، منهم المكلف بالإعلام عادل زكري. وتتوالى هذه الموجة من عدم الاستقرار في النادي الجزائري العاصمي منذ إقصائه من دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على يد نهضة بركان بمجموع 6 أهداف للا شيء بقرار من الكاف بعد انسحابها. وأجبر النادي الجزائري على الإقصاء لضغوط من السلطات الجزائرية والاتحاد الجزائري لكرة القدم التي أمرت الفريق بالانسحاب من مواجهة البركانيين بسبب الخريطة المغربية الموجودة على قميص نهضة بركان. وكان النادي الجزائري يطمح لتحقيق ثنائية كأس الكونفدرالية وكأس الجزائر، إلا أنه أقصي من الأولى أمام نهضة بركان وأقصي في نصف النهائي أيضا في الثانية بعد خسارته بضربات الترجيح أمام شباب بلوزداد الجزائرية. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.